السلام عليكم. باش نخدمو هاد الجوارب غادي نحتاج الكروشي رقم 5، وغادي نحتاج واحد الخيط اسود. هنا غادي نشرح لكم كيفاش غادي ناخدو القياس اولا لي ميزور. اول حاجه غادي ندير واحد العدد ديال السلاسل، غادي ندير واحد العدد ديال السلاسل على طول الرجل، يعني غادي ناخذ القياس من هنا لهنا. دونك غادي ناخذ الخيط، اذا ما كما قلت لكم غادي نديرو عدد السلاسل بطول الرجل. ديجا كنت درت دروس على ديكور ديال لو كروشي، ديال لابرونتيساج دو كروشي، تشوفوا كيفاش نديرو السلسله. دونك غنمشي بحال هكا، غنبقى غاده بحال هكا حتى ندير الطول ديال الرجل. اذا مي غادي ندير الطول ديال الرجل يعني من هنا لهنا، يعني هاد السلاسل غادي نعبر بهم الطول ديال الرجل. من بعد غادي نبقى غاده كنصايب حتى غيجيني فواحد المستطيل، بحيث انني هادي مي غادي نخدمها بحال هكا تحت من رجل هكا، من غادي مي غنصايب ديك المستطيل خصو يتجمع بحال هكا، يعني باش يتشد بحال هكا، باش نجمع هاد لابارتي اليمنية ولابارتي اليسرية باش تصيب ليا هاديك لاشوسيط ولا هاديك التقشيرة. دونك نوريكم كيفاش نصيب هاديك المستطيل، ونوريكم كيفاش العملية. من بعد ما صيبت هاداك المربع، يعني مي غادي نصيب بحال هكا، خص هاد البلايصة هاد البلاصة تتلاقاو. دونك صافي هنا كملت القياس اللي بغيت، يعني هاديك المربع خصو يدور على رجل. من بعد غادي ناخد واحد الإبرة ديال التنظيف، وغادي ندخل فيها الخيط، وغادي نسد هاد لابارتي ديال الصباع، وغنجي غنوصل قبل لا شوفي. اذا انا غادي ندخل هاد الخيط هنا، وغادي ندير بحال هكا، غادي نبقى ندخلو حتى نوصل هنا. ملي دخلت الخيط هنا غادي ندير بحال هكا، من بعد غادي ناخذ الخيط هنا وغادي ندير من هنا. غادي نسد هاد لابارتي حتى نوصل هنا. من غادي نوصل هاد البلاصه غادي نسدها كامله، نسد دوك لي دو بارتي بحال هكا. مي غادي نوصل هنا غادي نقطع الخيط باش نخلي البلاصه فين غادي تدخل الرجل. اذا ملي وصلت هنا هاد لابارتي ديال قبل لا شوفي هنا، دونك صافي غادي نقطع هاد الخيط، غادي نقلبها بحال هكا. غادي نقطع هاد الخيط وغادي نخبيه. من بعد ما هاد الخيط خبيتو، غادي ناخد هنا بلاصه لابارتي ديال لي طالون. هنا غادي نجمع هاد الجوج ونخلي بيان سور فين غادي تخرج ليا هنا، يعني كما العاده غادي نثبت الخيط هنا وغادي نسدهم، ومن هنا غادي نعقد الخيط وغادي نقطعو. من بعد غادي نخرج الخيط من هنا، وغادي ندير غادي نقلب هذيك لاشوسيت. من بعد غادي نرجع ابره الكروشي ديالي، وغادي ندير جوج صفوفان ديال اولا سطرين من غرزه بعمود، يعني غادي ندير سلسلتين، غادي ندير يعني جوج اسطر من سلسله بعمود ولا اون بغيد.
غنبقى بحال هكا حتى ندورها على كامله. من بعد ما ساليت هاد لاشوسيت غادي نقادها اولا جوغي لا ديكوري بهاد لو توب، غنقطعو بحال هكا ريكتونغولير، وغادي ندير بحال انسور دو بابيون بحال هكا وغادي نلصقها، ومن بعد نوريكم النتيجه النهائيه.